اتحاد العاصمه بطلا لكاس السوبر الافريقي بعد تغلبه على النادي الاهلي 1-0. فاصل نرجع نشوف اراء محللنا الكبير في احداث المباراه، ارجوكم انتظروا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، قدر الله ما شاء فعل، هزيمه غير متوقعه. هارد لك يعني، الحمد لله على كل شيء، وانت مش متعود على هذا الشكل يعني، لكن هي مباراه عصبيه. صحيح. وانت مشيت معاها في نفس الاتجاه. لعيبه الجزائر كانوا اجريسيف جدا جوه الملعب، والحكم كمان في اي فاول في اي حاجه تليه بيتناول التعليمات مع اللعيبه بشكل، هو اصلا متعصب ومتنرفز، فوصل كمان انك انت مالكش معاه اي اتجاه انك انت تعرف تاخد حقك. حتى جالك ضربتين جزاء ما خدش منهم اي حاجه. اي حاجه بتحصل في الملعب، الفرقه الثانيه عندها ثقافه التعامل في الملعب، انت حاسس انك يمكن نقص لياقه النهارده او حاجه زي كده هي اللي مخلياك تبقى اوفر اكت، يعني بتعمل فوق طاقتك النهارده عشان تبقى موجود جوه الملعب. فرقه جايه من معسكر ما لحقتش تبقى عندها سنس المباريات والعوده تاني. فانا بشفق على اللعيبه بتاعتي النهارده حقيقه. هو ده الوضع الطبيعي اللي انت شفته. ولكن انت تاني هاف تايم ايمن، الشوط التاني انت عندك كم من الفرص لو اتعاملت معاها بهدوء وبرؤيه وبنظره صحيحه جدا لكل اللعيبه اللي جنبك، وعدم العصبيه وعدم السربعه، هو ده اللي بيضيع الكوره. يعني الفرقه الثانيه تاني هاف تايم بتلعب الكره الطويله على ناحيه علي معلول، وبيثبت لك حد من الناحيه دي بيحاول يخترق او اي حاجه، وبيعمل الكاونتر اتاك على اساس انك انت طالع كلك بخطوطك كلها وسايب نص ملعبك مكمل. أيوة. وده اللي احنا كنا دايما بنقول لما بنبقى متاخرين بهدف بيحاول الفرقه اللي قدامك انها تستنفذ كل قوتك بالك وتلعب على الكاونتر اتاك انها تباغت بالهدف الثاني، وكان ممكن يجيبوا هدف ثاني لو هم عندهم الكثره العدديه الناحيه الثانيه عندك، ولكن هم كانوا دايما بيحاولوا معاك ويشاغبوا معاك بلاعب او اثنين اللي هو بيروح للناحيه الثانيه. هم ما سعوش الشوط الثاني، هم كان بالنسبه لهم هم الحفاظ على النتيجه 1-0. الشوط الاولاني في اخر 10 دقائق من قبل ما يجيبوا ضربه الجزاء دي، وهم خلاص يعني عملوا كل القوه اللي هم فيها، عملوا كل حاجه يقدروا يروحوا بيها على الجون، يقدروا يهددوك، فرحانين جدا مبسوطين جدا ان هم عرفوا يوصلوا لخط ال 18 بتاعك، عرفوا يهددوا، وكل ده عن طريق الضربات الثابته. ما شفناش الاجنحه بتجري، الباكات بتطلع، كل ده ضربات ثابته على فكره، بياخدوا بيعرفوا يصطنعوا ضربه ثابته ناحيه اليمين او ناحيه الشمال ويبقوا موجودين عندك في ال 18 عندك. نجحوا انهم خدوا كره بالراس، اهلا وسهلا، ما نجحوش وليس لهم اي مكانه كانت غير ان انت اللي عملتها لهم في حكايه التهور اللي حصل في ضربه الجزاء ده. شبهه، هي مش ضربه جزاء، هي شبهه ضربه جزاء شكلا كده، وانت قاعد تقول الركبة اصل من ورا الراجل بعد دخل عليه، حتى التاني لمس الكره قبلها ومش عارف ايه، انت عملت له سيناريو يقدر ينفذ منه، ولكن النهايه موجوده برده كمان. اذا كان الفار ده قاعد، طب اين الفار في كهربا؟ اين الفار في الكره الفولو اللي انت بتكملها جون وهي بتلف وده بيعمل ايده عليها كده؟ ده انا يعني يعني انت تعرف في التحكيم اكتر مني في القوانين دي، لازم الراجل ده يبقى حاطط ايده الاثنين على الكوره، مش بيمد ايده عامل كده اهو، وبعدين الكوره تيجي تخش جون يقول لك اهو هو كان لمسها. هو لا، ممكن يكون وجهه نظره ان حارس المرمى كان مستحوذ على الكوره. ما استحوذش، ما احنا شايفين الكوره بتلف، يعني دي هنسيبها الكوره من مطرح ما رجعت. الكوره مطرح ما رجعت، احنا اتكلمنا وقلنا، وانت قلت لي القانون بيقول لو هو الكوره هيبقى فيها ضربه حره غير مباشره، انما كان عندك اكتر من كده. عندك رضا سليم ما يخرجش الملعب، شغال وكويس جدا، عندك تغييرات بالنسبه
اللي موجودين النهارده الاحلال والدخول والخروج ما كانش موفق، والتوقيتات مش موفقه في نفس الشكل، وفي عدم توفيق معاك في كل حاجه النهارده بصراحه. يعني انت لو الكره ماشيه معاك في اول هاف تايم هتجيب لك جولين ولا حاجه، امام عاشور شايط كورتين ايزي قوي، انها واحده اللي هي لفت من ورا الجون دي تخش وتلاقيها راحت، الثانيه اللي الجون عمل ايده فيها كده لقاها فتوفيقك النهارده غير موجود. استعدادك للمباراه وميعاد المباراه كان صعب عليك شويه، تعامل فرقه اتحاد العاصمه معاك بطريقه شرسه جدا، انت بتلعب على اساس انك انت ممكن يبقى عندك حمايه جوه الملعب، اي فرقه بتتفوق على النادي الاهلي محليا افريقيا الشوط الثاني بيبقى ربع ساعه، بنلعب 15 دقيقه بالظبط لو تحسب الوقت، الراجل يدي 10 دقائق وقت ضايع، وهو بيدي 10 وقت ضايع، لما ادوله 10 دقائق كان الجون واقع خد دقيقتين ونص لوحده فيهم بقوا 7 دقائق ونص، لما لعبنا 7 دقائق ونص خدوا كمان اوت بيتلعب في دقيقه، واحد تاني بيقع، واحد يطلع وياخدوه على العربيه، وبعدين اول ما يوصل بره يروح نازل سليم واخد بعضه، حاولوا يستنفذوك في اي حاجه، حاولوا ياخدوك في سكه لعدم توفيقك على فكره. انت كل الكرات العرضيه دي وكل كور لو في تركيز كويس قوي، لو في بدل العرضيه تتشاط وبدل اللي تتشاط عرضيه هتلاقي الحكايه اسهل، لانك انت اللي ضاغط وانت اللي موجود ولعبتك فتحت نفسها فتح في ثاني هاف تايم، وما بقوش يبالوا بقى ان حد هيجي له شد حد، لا خلاص اللعيبه بقت موجوده في الملعب على ارض تقدر تتعامل ازاي مع اللعيبه كلها، بقيت عندك من الخطوط اتنين فراوده ونص ملعب بقفشه زاد فعاليه علي معلول الحقيقه لا حد يركن عليه ويلعب معاه كوره، وبقيت انت اللي مهددهم على طول، بقى هم منقسمين سبعه ثمانيه موجودين في ال 18 وواحد او اتنين واحد في نص ملعب واحد تاني موجود قدام، كان عندك فرصه كبيره انك انت سهل جدا تقعد في الماتش، واحنا قاعدين كنا حاسين ان احنا هنرجع للماتش سهل جدا يعني، ولكن اليوم مش يومك يعني. اليوم مش يومك، ويوم اتحاد العاصمه مبارك لهم، واحنا هارد لك، ودي مباراه كؤوس، لو اي مباراه في اي وقت اتلعبت في شكل يا ما انت خدت المباراه كنت بتبقى متاخر وبتجيب فول في الاخر وضربات جزاء وانت اللي بتكسب، او انت بتعود لاي مباراه وانت اللي بتكسبها، هارد لك النهارده. وانا الحقيقه اللعيبه مجهود كبير جدا، وان شاء الله ترجعوا لنا بالسلامه باذن الله، ما حصلش اي حاجه. كابتناني كنا نتمنى طبعا الكلام اللي بيقوله الكابتن شريف في الشوط الثاني يحصل، انك ترجع المباراه ونكسب، ولكن قدر الله ما شاء فعل. طبعا نتيجه مش عايز اقول محزنه، بس يعني احنا كان املنا كبير في المباراه. ان انت هتبقى حزين ده انا شايف انه شيء ايجابي، يعني لازم تبقى حزين لخساره بطوله، لان الحزن ده بيديك دافع وبيديك دروس وبيديك استفاده على المستوى الفني على المستوى المعنوي، فانك تبقى حزين دي ده لازم تكون موجوده، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، ان احنا كلنا عايزين البطوله، ما فيش غير البطوله اللي قدامنا ده النادي الاهلي، لما نخسر بطوله لازم نكون زعلانين، لكن الزعل ما ياخدناش لجزئيه تانية، الزعل ما ياخدناش ما ياثرش علينا بصوره سلبيه، يعني ما يوصلناش لانتقاد غير موضوعي. احنا بنتكلم على مباراه كنا نتمنى مباراه ببطوله نتمنى اننا ناخدها، حصل بعض المشاكل على المستوى البدني على المستوى الفني، نتكلم زي ما احنا عايزين، خسرنا هذه المباراه وزعلانين عليها، لكن المباراه ما تاخدناش ان احنا يبقى، خلي بالك احنا في بدايه موسم، بدايه موسم عندنا 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 مباريات كتيره جدا، عندنا بطولات ان شاء الله اللي جايه مهمه جدا في الطريق، وبالتالي خلينا نقول كنا ممكن جدا وكان المفروض نكون احسن من كده على مستوى، انا رايي الشخصي ان احنا اللعيبه وسط الملعب اتفاجئت بشراسه اللعيبه بتاعه الجزائر، اتفاجئت بكميه السرعات اللي اتبذلت خاصه في الشوط الاول، صحيح كان عندهم مفاجاه من رتم المباراه نفسه، فبالتالي علشان وانا كنت لعيب كره وعارف لو انت مش محضر او عايش الماتش قبليها قد يكون اللعيبه عاشت الماتش شويه انه ماتش هادي شويه، او البدايه قد تكون بدايه هاديه وممكن جدا نسيطر على المباراه بشكل او باخر، ده كله لما بيجي لك في الملعب جزء عكسي تماما ممكن تتسرق
عبال ما تلم نفسك بالظبط بالظبط. يعني مش هتقدر تلم نفسك في الملعب. في فترات بدأنا نشتغل فيها بشكل كويس، لكن الجزء المهم جدا العصبيه اللي كانت موجوده في الاداء. العصبيه ديت انا ليها جزئين، جزء خاص بالبدني، لان انت لو مش جاهز بدنيا 100% اكيد هتكون جهازك العصبي ما بيشتغلش على احسن حال. الجزء الثاني ان انت حطيت نفسك تحت ضغوط المباراه، عندك فرقه شرسه جدا، عندك روح معنويه عاليه جدا للفريق الخصم، وهدف دخل مرماك وهدف دخل مرماك، فانت علشان لازم تعوض بشكل او باخر. فالمباراه بلغه الكره كده اتسرقت مننا شويه. مبروك طبعا لنادي اتحاد العاصمه، اكيد عملوا مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، وهارد لك لفرقتنا. كنا نتمنى طبعا بطوله، ولكن زي ما بقول دروس مستفاده، زي ما بنتكلم في الفوز طلعنا بالفوز، وعاده النادي الاهلي ان احنا دايما دايما احنا يعني بنكسب بطولات، وعندنا كم كبير جدا من البطولات. البطوله ديت اكيد زعلانين عليها، ولكن احنا في بدايه موسم، اللياقه البدنيه لم تكتمل بعد، حتى لياقه المباراه مش موجوده. ما بقولش كده عشان اتغلبنا، لو كنا كسبنا كنت اقول حاجه ثانيه، كنت هقول نفس الكلام، لان زي ما بقول لك احنا في بدايه موسم، كل اللي بقوله دوت علامات استفهام، ولكن في نفس الوقت احنا بنقول ان احنا ادينا بشكل كان المفروض يكون افضل على المستوى البدني. لو انت حتى مش قادر بدنيا يبقى تستحوذ على الكوره، ما تجريش كتير بالكوره، الميس باص يبقى اقل شويه، تساعد زميلك لو شايف زميلي مش قادر ما حطوش في موقف صعب، محتاج قدره بدنيه عشان يتخلص من هذا الموقف. وبالتالي ما ساعدناش بعض في الملعب، الحقيقه اللعيبه ما ساعدتش بعض في الملعب، كان في مفاجاه بالنسبه لهم للروح القتاليه العاليه والاصرار للاعيبه اتحاد العاصمه. كمان على مستوى التغييرات كان في ممكن بعض التغييرات تبقى اوقات مختلفه شويه، لكن الاجمالي كل ده بنقول في الاخر زعلانين على يعني خساره بطوله، ولكن هارد لك للفريق، هارد لك للعيبه، اكيد كل اللعيبه عملت اقصى جهد بالنسبه لها، اكيد الجهاز الفني اشتغل بما يراه في المباراه، وزي ما بقول لك في الفرح وفي السعاده وفي كسب البطولات بنلاقينا هنا بعد الاستوديو التحليلي بنقفل الصفحه. صحيح. بنقفل الصفحه بالنسبه لنا احنا، خلاص في صفحه جديده بتتفتح، اكيد المباراه دي ليها دروس مستفاده طبعا. الجهاز الفني للعيبه اكيد هيستفيدوا منها، لان زي ما بقول لك كابتن ايمن ما زال المشوار طويل. صحيح. والموسم التاريخي اللي اتعمل السنه اللي فاتت للنادي الاهلي بيحط ضغوط اكتر على اللاعبين وعلى الاجهزه الفنيه، وده طبيعي وده شيء ايجابي. فبينتظرنا موسم صعب، والكلام ده قلناه حتى قبل المباراه، موسم صعب فيه بطولات كتيره جدا، مش هيبقى الامور يعني نتمنى طبعا السيناريو يتكرر وكل البطولات ناخدها، لكن محتاج مجهود ومحتاج تركيز كمان باذن الله. ان شاء الله باذن الله زي ما انت قلت يرجعوا لنا بالف سلامه. عندنا كمان مباراه مهمه جدا افتتاحيه الدوري ان شاء الله امام النادي المصري، هارد لك لفرقتنا، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال، يمكن كابتن الشريف والكابتن هاني كانوا اتكلموا على العصبيه اللي كانت زايده عن حد لبعض اللاعبين، ادى بالتالي لبعض القرارات الخاطئه في بعض التوقيتات الخاطئه، ولكن من وجهه نظرك ايه سبب العصبيه؟ هل التخلف بهدف، ولا اللعيبه ما فيش حلول في الملعب، ولا ايه بالظبط؟ يعني عايز اعرف سبب العصبيه الزايده عن الحد، يعني مش متعودين من لعيبه النادي الاهلي على كده. شوف يا كابتن، العصبيه من بدري، من قبل الهدف، يعني مستر كولر والعصبيه من بدري. هو في نقطه مهمه جدا كابتن ايمن لازم نقولها، بس خلينا في الاول نقول هارد لك طبعا النادي الاهلي، خساره بدايه اول مباراه مش طبيعي انك هتكسب يعني طول الوقت طبعا. مش طبيعي انك تاخد كل البطولات، وضع طبيعي يعني في كره القدم، طبيعي جدا انك تكسب، وطبيعي انك تتعادل، وطبيعي انك تخسر بطوله، مش هاخد كل البطولات تمام. لكن هي الفكره كلها في ايه؟ الفكرة كلها في ان انا شفت اللي حصل في المباراة نتيجة يعني عدم استعداد جيد للماتش نفسه. يعني انت ما استعدتش بشكل كويس، ما قريتش الفرق اللي قدامك بشكل كويس، يعني مستر كولر ما اعتقدش انه قرا الفرق بشكل يعني فنيا بشكل جيد جدا، او بدنيا حتى كمان بشكل جيد جدا. لان خد بالك انت دخلت في المباراة انت اتفاجئت بالاداء بتاع اتحاد العاصمة، الاداء البدني، السرعات اللي موجودة، الضغط العالي اللي بيعملوه الشوط الاول تمام، الكرات الثانية اللي اتكلمنا عليها، كل الاشتراكات، الكرات المشتركة كلها، احنا اتفاجئنا كلنا تمام بأداء اتحاد العاصمة الشوط الأول. فبالتالي انت افتقدت الحلول. امتى بتتعصب يا كابتن ايمن؟ لما بتفتقد الحلول. خلاص انت كمدير فني كلاعب بتبتدي تتعصب امتى؟ لما تلاقي ان مفيش حلول بالنسبة لك واضحة
في الماتش او حاجه هتقدر تغيرها او تشتغل عليها عشان تغيرها سريعا، فبالتالي هي دي كانت العصبيه. انت النهارده النادي الاهلي اعتقد برضو فروق اللياقه البدنيه في البدايه، انت غير مستعد بدنيا للماتش قوي زي كده، يعني انت يعني التوقيت بتاع الماتش ممكن يكون صعب عليك في بدايته، لبدايه الموسم ممكن يكون صعب توقيت الماتش لانك جاي من فتره اعداد، ما عملتش فتره اعداد كبيره، ما خدتش وقتك بشكل كبير، ما عملتش مباريات وديه بشكل كبير، فبالتالي ممكن يكون عندك مشكله في الحته البدنيه، ما ابتديتش ما لعبتلكش ماتشين ثلاثه ودخلت في اجواء المباريات، فانت عندك مشكله في الحته دي في كيفيه استعدادك للماتش، قابلت ازاي اتحاد العاصمه؟ لما احنا الشوط الاول تقريبا 80% من الكرات المشتركه لصالح فرقه اتحاد العاصمه، 80% مشكلتنا كلها في انت كل كره عاليه فعلا صحيح، التحامات الهوائيه والكرات المشتركه كلها لصالح اتحاد العاصمه تمام، فبالتالي انت افتقدت جزء كبير ومهم جدا تمام في من النواحي النفسيه، ما انت خد بالك لما الكره بتبقى مشتركه واطلع انا وكابتن هاني الاولى في الثانيه في الثالثه خلاص انا كل كره باخد كره خلاص انا نفسيا انا فقت عليك خلاص تمام، ده اللي حصل في بدايه الشوط، في بدايه الشوط الاول. الحاجة التانية والمهمة جدا برضو يا كابتن أيمن، خلاص أنت كان واضح من الأداء أنك الكرات الطولية مش جايبة نتيجة خلاص، فبالتالي كان لازم تغير رتم اللعب بتاعك، كان لازم تلعب بلاي ميكر صريح من بداية خلاص، ممكن يكون من بداية الشوط الثاني من أوله من آخر ربع تل من آخر ربع ساعة في الشوط الثاني، طبعا لازم تغير سيستم لازم هتغير بتشكيل اللعيب. أنا النهاردة خد بالك أنا كمدير فني الحلول مش بس إن أغير لعيب بلعيب، الحلول إن أنا أغير طريقة اللعب، لو أنا الطريقة دي ما تناسبش الفرق اللي قدامي أو مش هقدر أحقق بيها الأداء المطلوب أو النتيجة المطلوبة. مشكلة اتحاد العاصمة كان في الدفاع بتاعهم، إنك لما بتمسك الكرة في بعض الأوقات وعملتها الشوط الأول، إنك لما بتمسك وتلعب باص في الثانية في الثالثة بتخلق فرص، ده اللي كنت دي كانت خطورتك الشوط الأول، لكن برضو استمريت الشوط الثاني في إنك عايز تلعب كرات طولية في كرة مقطوعة كرات سريعة، مش قادر تجري الريتم بتاع اتحاد العاصمة، عشان كده المباراة خرجت بالشكل ده. الحاجة الثالثة والمهمة التغييرات اللي عملها مستر كولر وما كانتش موفقه بشكل كبير من وجهه نظري الشخصيه. انت كان ممكن تسيب رضا في الملعب، تلعب حسين الشحات بلاي ميكر بديل امام عاشور في الحته دي تمام، وتكمل ناحيه الشمال زي ما انت، وتلعب بصلاح محسن من بدايه الشوط الثاني، وتبتدي يعني فريش كده مع لعيبه جديده عندها لسه الفتنس تمام، بتغيير من اداء اللاعب. حسين لعيب مهاري وبيقدر يصوب ويشتغل على الجول بشكل كويس، امام عاشور كان بعيدا حته التصويبات يعني ممكن يكون صوب واحده، لكن كنا شايفين ان هو بدنيا مش افضل شيء، برضه لعيب راجع من الاصابه عايز يثبت نفسه، عمل مجهود كبير الشوط الاول، فبالتالي كان ممكن من بدايه الشوط الثاني انك تغير في سيستم اللعب بتاعك وتغير في اللعيبه وتلعب بالشكل ده عشان تقدر تمتلك الكوره، تقف عليها بشكل كويس، تستغل المهارات الموجوده عند اللعيبه وتلاقي لعيبه تشتغل عليها، انما انت استمريت بنفس الاداء، الكرات الطوليه، الكرات الطوليه، الكرات الطوليه، خلاص هم عندهم تفوق كبير جدا، تفوق بدني تمام؟ تفوق في السرعات، انت ما فيش كره طويله الا هم بيبقوا اسرع منك، فالمفترض كنت تغير في طريقه اللعب بتاعك عشان توجد لنفسك حلول، دي يمكن الثلاث حاجات او الاربع حاجات اللي المفترض كنا لعبنا بيهم او ادينا بيهم او غيرت من شكل الاداء بتاعك عشان كنت تروح حته افضل من كده. ضيعت فرص برضو نتيجه ان انت ما عندكش سترايكر صريح بيعرف يسجل هدف تمام، ودي برضو مشكله النادي الاهلي في السنوات اللي فاتت تمام، ثلاث اربع فرص كانوا محققين، طب ممكن تستغلهم بشكل كويس، برضو ما قدرتش تسجل هدف تمام، ودي برضو مشكلتنا ومشكله ماتشات هتبقى مشكله كبيره جدا لو ما قدرتش تحل الحته دي. النقطه الاهم من وجهه نظر الشخصيه الحته الدفاعيه، واللي اتكلمنا عليها ما بين الشوطين واول ماتش الكباتن كلها اتكلمت عليها، حته ازاي انك تعمل التغطيات على الاثنين الباكين بتوعك، انت الشوط الثاني كل كوره بتطلع علي معلول تتلعب الكوره هو خلاص ثبت لك واحد، حط لك واحد في الحته دي، واحد عنده سرعات تمام حطهولك، فابتدى كل كوره تتلعب خلاص تتلعب عليه، حتى لو كوره عكسيه يحضر ويلعبها بسرعه فيروح يعمل عليك هجمه مرتده سريعه، وده اللي اتكلمنا فيها كابتن ايمن. فدي كم حاجه تم ادت في النهايه انك تطلع يعني مهزوم او تطلع مغلوب وتخسر بطوله كاس السوبر من وجهه نظر الشخصيه. هو الحاجات دي تتعالج طبعا، تتعالج لانك انت في بدايه سيزون، وارد جدا طبعا يبقى في اخطاء، وارد جدا ان انت مش مستعد بدنيا، مش مستعد ذهنيا، اتفاجئت باداء فرقه اتحاد العاصمه، لكن اعتقد ان مستر كوره هيشتغل مع اللعيبه على الاخطاء، هيشتغل مع اللعيبه في الحته البدنيه. انت عندك ماتش كمان ثلاث ايام برضه، ماتش مهم جدا، ودي بدايه الدوري العام، واتمنى ان شاء الله البدايه تبقى بدايه جيده بالنسبه للنادي الاهلي عشان يعني
تفضل البدايه مستمره بشكل كويس وتحافظ ان شاء الله على لقب الدوري العام السنه باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن اسامه هارد لك بدايه موسم كنا نتمنى طبعا المكسب زي ما قالوا الكباتن، ولكن اكيد في دروس مستفاده من مباراه النهارده. اولا قبل المباراه قلت لك ان المباراه دي مش سهله، المباراه صعبه، وصعوبتها ان المباراه 50-50. مظبوط، في ظروف متشابهه ما بين الفريقين، بدايه موسم، اول مباراه رسميه على الفريقين سواء الاهلي او الاتحاد العاصمه. لكن شوف الجو العام، الجو العام هو اللي بيوصل للعيبه، بيوصل للجهاز الفني، الجو المحيط بالمباراه. لما تشوف الجو المحيط بالمباراه هتلاقي 99% يقول لك الاهلي هيكسب 1، يكسب 2، يكسب 3. ده في كره القدم ما بيبقاش صح، الاجواء اللي بتبقى مصاحبه لحدث او لمباراه. بس من المفترض ان الكلام ده ما يوصلش نتيجه الخبرات طبعا اللي عند اللعيبه وعند الجهاز الفني، ما يوصلش للجهاز الفني بسهوله ولا يوصل للعيبه بسهوله. طب ما عشان كده الاستعداد النفسي مهم جدا. الظروف متشابهه، انت كاهلي لسه راجع من فتره اعداد، هو نفس الكلام راجع فتره اعداد، المباراه 90 دقيقه يعني ما فيش وقت اضافي، لو تعادلته فهو وقت اضافي مين اللي يخطف؟ دايما المباريات اللي زي دي تتلعب على خطا واحد. هو النهارده استغل خطا، خطا النهارده مروان عطيه، كوره اتعملت، الفار، الحكم استغل خطا، انت حاولت تعوض بعدها، يعني كان في استعجال، لكن الاستعجال ما كانش بعد الهدف اللي جه في حاجه و40 في الشوط الاول. الاستعجال، وده يرجع للتحضير النفسي للمباراه، الاستعجال او العصبيه كانت من اول 3 4 دقايق في المباراه بالظبط، ومفيش داعي لكان العصبيه، ومش العصبيه كانت من اللعيبه بس، يعني انا شفت كهربا وهو بيعترض على الحكم، الحكم النهارده طبعا حكم سيء لا يليق بنهائي او مباراه بطوله في افريقيا، لكن النهارده الصوره نقله واصله للعيبه عصبيه زايده. صحيح، نفس الكلام كولر اللي المفروض يبقى هادي عشان يقدر يدير ويقدر يركز في التفاصيل برضو كان عصبي، فده من ضمن الاسباب داخل الخطوط وخارج الخطوط. صحيح، دي نقطه. النقطه الثانيه البلوم على كولر فيها حته الكرات الطويله، مش اسلوب النادي الاهلي النهارده ان دايما الكرات طويله، من سواء من رامي ربيعه او محمد هاني او ياسر ابراهيم لما نزل او محمد عبد المنعم، النهارده كان معظم لعبنا كرات طويله، معظم لعب لا، النادي الاهلي الكره بتنزل من تحت، تتحضر نص الملعب، تروح على الاطراف، بتروح لصانع اللعب، بتروح لراس الحربه، هو ده اسلوبنا الاستحواذ، والكره بتطلع من تحت بتحضير. في معظم الاوقات كان كرات طويله، والعكس النهارده فرقه الجزائر تمتاز بالطول، هو مستني الكره الطويله، هو بيجيد في الكره الطويله، متفوق فيها، حط له واحد في كره عاليه هو هياخدها، وهو بيكسب كل الالتحامات. فانا النهارده ما احولش اسلوب لعبي للطريقه دي. حتى برضو يعني بلوم على كولر في اخر تغييره في المباراه، محمد عبد المنعم المساك، انزل ياسر ابراهيم، اطلع محمود كهربا عشان ياسر ابراهيم يرجع مساك عشان اشتغل كرات عاليه لمحمد عبد المنعم. طب انا عندي كهربا يعني حل من الحلول، بيعرف يشتغل، يعرف يسجل جون. الحته دي برضو افقدتنا شويه من قوه النادي الاهلي، هي دايما تفاصيل المباريات الكبيره او مباراه البطوله الواحده هي تفصيله، يعني مش بتبقاش تفاصيل كتير. علشان كده قلت لك النهارده داخل الملعب في مباراه، لكن في خارج الملعب في مباراه ثانيه بره. النهارده قلت لك كولر مدرب كبير، وبرده بن شيخه مدرب كبير بيقدر يتعامل مع المباراه دي. يتعامل ايه النهارده؟ هو قفلك المباراه واقعي. مظبوط، النهارده قفل جبهه علي معلول، هو مذاكر الفرقه كويس، عارف علي معلول حل من الحلول الهجوميه المهمه للنادي الاهلي، قفل لك الجبهه دي. كهربا مرمي بين اثنين مساكين طوال بيجيب ضربات الراس وشغالين معاه، هو قافل لك مفاتيح اللعب. النهارده تضييع الوقت بيجيدوه بشكل كبير، انت النهارده بتضيع الوقت وانت بتروح تعترض على الحكم، تعترض على اللعيبه، انت كمان بتساعده انه يضيع الوقت، ما ده كله تحضير ذهني للمباراه. هي كرة القدم يعني بطولة انت خسرتها في بداية موسم، طبعا ما كناش نتمنى، طبعا بداية موسم بتكسب بطولة بتديك دفعة قوية لبقية الموسم، لكن هي في الكرة في كده وكده، احنا بنفكر بقى نفكر في الفترة اللي جاية ان شاء الله. الفترة اللي جاية فترة مهمة، عندك مباراة بعد 3 ايام، بطولة الدوري، لازم اللعيبة، وده مهم جدا، خلاص انت خسرت بطولة النهاردة، لازم اقفل من بكرة، لازم اقفل، لازم اشوف اخطائي ايه، لازم اشوف انا اسباب خسارتي النهارده ايه، تحضير النفسي، التحضير الذهني. بالمناسبه برضه عشان الناس كتير تقعد تتكلم تقول لك اصل امام عاشور دخل النهارده، اصل سليم، لا الاثنين
صفقات مهمه جدا للنادي الاهلي. صحيح. اثنين مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. انا قلت الكلام ده عدم اقطع كلامك يا اسامه قبل المباراه، قلنا ان الناس ديت مش هتبقى فجاه هتبقى ده التوب ليفل بتاعهم، محط تقييم يعني، او الصوره بتاعت التوب ليفل. هم لسه فتره في البدايه، حتى امام راجع شويه من الاصابه فمحتاج وقت، رضا ظهر بشكل كويس بس محتاج وقت شويه، فده ده مهم الناس تعرف الكلام ده، الناس دي جايه. الاثنين مكسب كبير، الاثنين عندهم شخصيه، الاثنين ان شاء الله هيجوا قدام وهياخدوا بطولات مع النادي الاهلي. لازم يقفل هما اثنين كلاعيبه اثنين جداد، اقفل تماما، دايما تركيزي في الملعب، لازم ارد في الملعب، لازم اشتغل بشكل كويس. النهارده انت الموسم ده عندك بطولات كتير، انت خسرت اول بطوله، لازم تبقى دافع ليك لبطوله الدوري اللي انت بطلها، لازم دوري السوبر. وانا كمان مستغرب على التحكيم الافريقي. انت النهارده ده انت في مباريات بتتفرج عليها انت ما بتحسش بالحكم، انت بتتفرج على مباراه بين فرقتين لعيبه واثنين مدربين بيغيروا، انت مش حاسس بالحكم، ان القرارات دايما ايوه بالظبط صحيحه، قرارات سليمه، قرارات في توقيتها، بتدي هنا حقه وبتدي هنا حقه، مفيش لا هو الحكم النهارده كان عايز يبقى ليه دور في نتيجه المباراه، مفيش قرارات بتتنقل عصبيتها للعيبه. انت من اول دقيقه النهارده شوف القرارات النهارده، الفار للنادي الاهلي انت ما بتروحش تشوف الفار، الناحيه الثانيه انت في ثانيه طلعت علشان تشوف الفار. حتى الكره بتاعت كهربا اللي احرز منها هدف هنشوفها مع كابتن، انت ما رجعتش حتى الفار، ما بتاخدش ثواني مع الفار. صحيح. كرات كتير بقى، حتى تضييع الوقت، حتى ال10 دقائق اللي حسمهم في الاخر ما اداش ال10 دقائق بتوع النادي الاهلي، وال10 دقائق ضاع منهم كمان لا يقل عن 5 6 دقائق جوه ال10 دقائق. صحيح. فانت النهارده الحكم برده وانت داخل على سوبر افريقي، يعني دوري سوبر افريقي، برضو في حاجات غريبه في التحكيم الافريقي، يعني لا يليق بمظهر الكره الافريقيه. لسه السنه طويله، لسه عندك بطولات، لسه عندك دوري وعندك كاس مصر ودوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي وعندك كاس عالم انديه وعندك تحديات كبيره. مظبوط. اقفل الصفحه، انت ما زلت حتى لو خسرت النهارده السوبر وخسرت السوبر، انت ما زلت بطل لدوري السوبر الافريقي وانت المتسيد. صحيح. فالنهارده اقفل علشان تقدر تستمر في المنافسه، عندك بطوله الدوري لازم البدايه تبقى قويه. صحيح. وبرضو هرجع واقول علشان هتلاقي في بعض الناس تشكك في الصفقات، ممكن بعض الناس تنساق وراها، اصل امام عاشور، اصل رضا سليم، اصل فلان اصل فلان، لا لعيبه كويسه، صفقات مهمه، اضافه كبيره للنادي الاهلي، مردودها هيبان ان شاء الله خلال فتره ان شاء الله باذن الله رب العالمين. زي ما قالوا محللينا الكبار ان الفتره اللي جايه فتره صعبه، فترة محتاجة تواجدنا كلنا، أنا بتكلم على الجمهور، جمهور النادي الأهلي، طبعًا كلنا زعلانين، كلنا كنا نتمنى إن النتيجة تبقى عكس كده، ولكن زي ما بنقول قدر الله وما شاء فعل، أكيد في دروس مستفادة كتير، أكيد كان في بعض الجوانب اللي إحنا ما عملناهاش بصورة كويسة، ولكن الفترة اللي جاية مهمة جدًا 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 جدًا. إحنا كجماهير لينا دور، والدور من بداية السنة، سنة صعبة جدا، سنة فيها بطولات كتير جدا، فيها تحديات كتير جدا، خلاص ماتش زي ما بنقول كده زعلانين، في دروس مستفادة، أكيد في أسباب للخسارة، هنشوف الكلام دوت طبعا الجهاز الفني والجهاز المعاون واللعيبة نفسها، لكن الفترة اللي جاية محتاجة تضافر كل الجهود، لأن البداية موسم شاق وصعب. بداية من مباراة المصري نتمنى زي ما عودنا جمهور النادي الاهلي، خلاص صفحه واتطاوت، الماتش الجاي الكثافه العدديه لجماهير النادي الاهلي بالكامل او الساعه بالكامل ال 10,000، اتمنى ان هم يكونوا متواجدين في ملعب المباراه. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على الفترة اللي جاية. تعودنا في النادي الأهلي حتى لما بيكون في مكسب، يعني طبعا المشاعر بتبقى مختلفة تماما طبعا، ولكن تعودنا حتى لما بيكون في مكسب خلاص بنطوي الصفحة ديت ونبص للي جاي. المكسب أحيانا بيغطي على الأخطاء الموجودة، بيبقى في أخطاء بس المكسب بيغطي عليها، فممكن ربنا عمل كده النهارده، لا في اخطاء. يعني انا من وجهه نظري ان وهنتكلم برضو مع كباتننا الكبار فيها، ان كان في احنا رايحين الماتش وكان في ثقه زايده عن الحد ان احنا كسبانين، من ضمن
فلسفه التفكير في الماتش عند المدير بالنسبه للمدير الفني وبالنسبه للعيبه، الفكر قبل المباراه او افكارك قبل المباراه. حتى الجمهور نفسه ما كانش عنده شك ولو 1% او 0.5% ان النادي الاهلي ممكن يخسر ماتش النهارده. الثقه دي زي ما قالوا كباتننا في بعض النقاط في الملعب وضحت قوي، خصوصا في بدايه المباراه. ولما بتنزل وانت حاطط في دماغك حاجه وفكرك بيفكر انت بتفكر في حاجه تانية خالص، وبعدين تفوجئ مره واحده ان ردود الافعال بالنسبه للفرقه الثانيه صعبه شويه، مش هي دي الفرقه اللي ممكن بسهوله تكسبها، فبتحصل هزه ولو بعض الفترات في الملعب. عقبال ما بتيجي تلم نفسك تاني وتخش في اجواء المباراه، يعني بتبقى ايه بقى ماشي حسب ظروف المباراه، تخش فيه جول تحاول ترجع تاني، كان في عصبيه زايده زي ما قالوا كباتننا الكبار، عصبيه زايده اثرت على قرارات بعض اللعيبه في توقيتات غير مناسبه على الاطلاق، مع عصبيه من خارج الملعب، فهي كلها دروس مستفاده. بس الاهم من وجهه نظرنا كلنا ان خلاص دي صفحه واتطاوت، نشوف الاسباب هتدرس كويس، جهاز فني الفتره اللي جايه محتاجه جمهورنا العظيم، جمهورنا العظيم محتاجه ان هو يقف مع لاعبتنا الفتره اللي جايه، والبدايه من مباراه المصري نتمناها ان شاء الله ال 10,000 اللي هو الساعه الجماهيريه الكامله باذن الله يكونوا متواجدين في اول مباراه للدوري العام قدام النادي المصري. كابتن شريف، كنا بنتكلم عن الثقه الزايده وانتوا كان عندكم بعض التعليقات لما قبل المباراه واثرت بالطبع على احداث المباراه. بقول لك ايه يا كابتن ايمن؟ اتفضل. مفيش فرقه في العالم بتكسب كل البطولات. صحيح. ولا كل الماتشات. صحيح. ولكن انت كفريق النادي الاهلي الحقيقه على المستوى المحلي والافريقي انت اللي خليت السمعه اللي قبل المباراه دي انك انت هتكسب المباراه دي. من تفوقك هذا العام بكل البطولات بكل المباريات، تاخد دوري قبلها بكذا اسبوع وكذا مباراه، فعندك شواهد كتير قوي كانت شحنت الناس كلها وعندها ثقه جامده جدا في اللعيبه وفي الجهاز الفني وفي اللعيبه اللي جايه كمان، والناس مبسوطه، ناس فرحانه، في تجديدات وفي تدعيمات وفي كمان انتوني اللي جاي ده سنتر فيرود اللي انت كنت دايما في كلام كتير قوي على البحث عن راس الحربه سموه الذهبي، يعني اللي هو هيخلينا بقى مع بطوله كاس العالم للانديه نبقى الحمد لله بطولة الافريقيه اللي هي المجمعه دي اللي موجوده، انت محتاج راس الحربه دي في الاداء بتاعك، محتاج تترجم كل المجهود العشره اللي بيحصل على اساس ان الراجل ده يعرف يلعب بدماغه ويعرف يلعب، محتاج الهدوء في منطقه الجزاء والشكل ده، مش محتاج غير انك انت كنت تعدي الستيب بتاعت النهارده الطبيعي بتاعك انك انت رايح تكسب. سالتني قبل الماتش كام؟ قلت لك 3-1. ايوه. تمشي في الشارع يقول لك 2-0. ما حدش قال 1-0. فهمتني؟ ما حدش جاب سيره هنتغلب 1. لا ما حدش فكر اصلا. ولكن المشككين او العارفين فرقه اتحاد العاصمه او 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 وشايفين الراجل المدرب بتاعهم بن شيخه ده مدرب محترم جدا وقاري لعيبه النادي الاهلي وقاري الجيم وعلى طول طبيعه الجزائر كلها في اللعب، خد بالك هو السمه بتاعتهم هو اتحاد العاصمه، اسلوب بذرة اسلوب يعني، ف الشراسه الضغط على الخصم جامد، انت لسه قايم من فتره اعداد وراحه وبتاع وبعدين بتقابل فرقه زي دي بتضغط عليك جامد، عليك ضغوط انت جامده جدا انك انت لازم تكسب، ما عندكش حاجه تانية غير ده، ولكن مفيش فرقه في العالم يا جماعه بتاخد كل ما عندك، فرق مصر كلها يعني يعملوا ايه بقى الفرق التانية تعمل ايه والنبي؟ انا مش عارف. لا بس هو يعني زي ما الكابتن هاني قال لك حاجه، قال لك ان احنا كجمهور بنحكم بسرعه، فهو يقول لك حتى بعد التدعيمات وانت في منهم اتنين لعبوا النهارده، الجمهور شاف بالظبط، الجمهور النهارده شاف وشاف لعيبه النادي الاهلي وشاف الفرقه الثانيه كويس وشاف ما حدث في المباراه كلها وشاف التحكيم وشاف ان مفيش حد قصر،
حاجه انا اقول لك انا كخبير تحليل، الراجل اتاخر شويه في التغييرات، الراجل كانش لازم يخرج فلان. ما كانت تيجي تخش الكره بتاعت رضا سليم دي، ما تاخد البينالتي بتاعك ما تقع يا كهربا على الراجل، ضربك اتنين مموتينك، ما تنام في الارض وتاخد حقك زي ما التانيين بيعملوا. هو ده اللي انا اتكلم فيه بس، انما ما اتكلمش ان انا كان ليا وجود ولا ماليش وجود. لا، كان ليا وجود واقوى، وانا على المستوى الفردي انا جيت قلت له، انا وانا بتكلم مع هاني وبلال بقول لهم الفرقه دي جامده. فقالوا لي لا بس احنا اجمد. فلما تقعد تذاكر كده المباراه، فعلا انت اجمد، تصدق احنا اجمد فعلا، بس احنا اللي رحنا في سكه النرفزه والعصبيه والخوف من تضييع الفرص فضيعنا التركيز والتعامل مع بعض. كل واحد عايز يبقى هو صاحب الكلمه العليا داخل الملعب، ان هو اللي يجيب الهدف التعادل، هو اللي يجيب الفوز. وبعدين انت بيحصل لك ان بالانس ساعات والدنيا مش ماشيه كده، الشوطه قلنا اللي بتتشاط تروح ملعوبه عرضيه، مظبوط، والعرضيه اللي كانت لازم تتشاط، وده اللي حصل لنا كلنا النهارده. التمريرات كان فيها عصبيه زي ما احنا هنا واحنا قاعدين بقينا ننط من على الكراسي ونرجع من تنفيذ الكور السهله. ايوه، العلاقه بين اللاعب والملعب اتظلم النهارده عندنا اثنين، رضا سليم وامام عاشور. بقول لك اتظلموا والله العظيم، ثلاثه اتظلموا. عندهم امكانيات كبيره جدا، دخلوا في ضغط جامد جدا قدام فرقه ما بتعرفش حاجه غير انها على طول بتضربك وعلى طول في ظهرك وعلى طول منيمك في الملعب، والحكم هو مزاجه بقى وهو شايفها، وهو كان متاخر ولا ما خدش باله. شفنا عجايب النهارده في الملعب بتحصل، ولكن واحنا بنتفرج كده قلنا الماتش ده مش هيبقى سهل، صح يا اسامه؟ يعني من قبل الماتش قلنا الحكايه دي مش سهله النهارده، الناس متخيلها ورايحه ايه فسحه وهتبقى في زفه وكده، بس احنا كمان اتفاجئنا بالبدايه، كنا نتمناها كده. لا، بتاعت فرقه اتحاد العاصمه، انت 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 عشان مسؤول هنا وبتتكلم معانا وما اعرفش ايه، لازم تبقى فيلينج ويننج على طول، لازم احنا نبقى عندنا الاحساس دايما بالفوز اللي بنصدره للناس كلها. ولكن لم يحدث شيئا، والله العظيم ثلاثه لم يحدث شيئا. انت اتغلبت بضرب الجزاء 50-50 برضه، يعني زي ما احنا بنتكلم، انت اتغلبت بضرب الجزاء كانت ممكن تتصد، هاني قاعد يقول لك هتتصد هتتصد، واحنا كلنا قاعدين هتتصد امتى؟ حاسين انت عارف ليه بنقول هتتصد؟ لانها مش ضربه جزاء. ربنا بيعاقب الحكايه، انتوا هتبقوا كده بس هي مش ضربه جزاء. هتيجي نقعد كل واحد ليه وجهه نظر، ولكن ما حدث اليوم. انت خسرت بطوله سوبر، ها؟ انت بطل افريقيا ودول بطل كونفدراليه، وانت بتلعبه في ماتش في ارض محايده كويس، والدنيا كلها كنا نتبناها اهلاويه. ولكن دي ما هيش دعوه بالحسابات ولا ليها دعوه بالسنه اللي جايه ولا البطولات اللي جايه ولا ده، يمكن بالعكس يا رب. يعني انت بتدينا بالظبط، ها، تدينا مسج كويسه خفيفه بندفعها في البطوله دي، فهتلاقي الكامباك بتاعك اكيد شرس برضو زي ما تعرضنا النهارده للشراسه، فانت اكيد هتبقى شرس، تبقى شرس بتدافع عن اسمك وعن اللي موجودين كلها وعن الناس اللي جايه كمان. التدعيمات اللي جات لنا دي كلها هيشوفوا رؤيه جديده، ان هم مطالبين بالفتره اللي جايه بتركيز اكتر، بتنفيذ اكتر، باللعب. يعني واحد زي امام النهارده شاف الدنيا ماشيه زي اختبار صعب جدا وضغط عليه خلاص، ما امام ده هياخد الكرة بعد كده، عارف الماتش الجاي ايه اللي كان ناقص النهارده انا ما عملتوش. انا اكتسبت حاله بدنيه النهارده، اكتسبت وقفه في الملعب جديده، شفت اخواتي اللعيبه اللي انا لعبت معاهم النهارده الجداد عليا، نفس الشكل رضا سليم، اللعيبه اتعرفت عليه كده، خلاص هنلاقي شكل جديد 100% اللي جاي. فانا ولا انا ولا فارق معايا غير الجماهير اللي كانت في السعوديه بس، صحيح، اقسم بالله. والناس بتوعنا طبعا جماهيرنا العظيمه هنا اللي بتتمنى، ولكن هات اي اهلاوي كده يقول لك ايه يعني؟ ارض لك النهارده احنا مش متوفقين، دي جماهير الكره اللي فاهمه كوره. انت تاني تايم الناس دي راحت عليك بكاونتر اتاك، الكره اللي بالشمال اللي شاطها الراجل دي في اخر ثانيه، وده طبيعي جدا. وانا قاعد قلت لكم ايه، احنا ممكن نخش فينا جون تاني طول ما احنا فاتحين الملعب كده، ولكن ما حصلش اي حاجه غير ان انا ما خدتش اضافت النهارده في الدولاب البطوله دي. لا، انت عندك بتاع 5-6 بطولات جايين، عندك كاس عالم للانديه اللي هو الشرف بتاع افريقيا كله، اللي بيترجم وبتروح تمثلنا قدام ابطال العالم. هتروح تتفرج على بيب جوارديولا، وهتتفرج على هالاند، وهتتفرج على النادي، انت في مكانه ثانيه.
راحت منك ماتش زي النهارده ايه يعني؟ والله العظيم ثلاثه انا ساعات انت فاكر احنا لما هنفضل اصحاء كده على طول ماشيين هنقول ربنا واحنا مش هنعيا يعني ولا يبقى ربنا غضبان علينا بقى يعني فلازم هتيجي واحده الواحد كان يقول يتمنى ايه شويه برد كده يقول لك اه الحمد لله ده ربنا راضي عني يعني مش انا مش طاير كده بقى دي حاجه بسيطه كده المدير الفني بتاعنا عاقل والجهاز الفني بتاعه عاقل وكل حاجه في الدنيا عندنا مؤسسه بتعرف تتعامل كويس قوي ما حصلش اي حاجه غير الناس اللي راحت كلها ها رجعوا من غير التتويج ولكنك انت اول افريقيا والنهارده تاني افريقيا معاك لقبين الاول والتاني يعني انت فين النهارده العالم كله بيتفرج عليك بين سبورت بتذيع المباراه والدنيا كلها بتتفرج عليك والدنيا بتتفرج على النادي الاهلي وبتتفرج على اداء النادي الاهلي كمان والنادي الاهلي النهارده لعب وحش النادي الاهلي 45 دقيقه ضاغط على الفرقه دي مش عارف يتعامل في شيء من الهدوء شويه اللي هو المرحله الجايه باذن الله احنا بنتمناها تقلقش و بقولها مره اخيره يعني مفيش فرقه في العالم ما بتختارش مباراه او بطوله ولا بتاخد كل البطولات او بتعمل اي حاجه ولكن انت عشان انت خدت كل البطولات وخدت كل حاجه انا عايز اكمل على كل البطولات دي كابتن منتظر يعني كنا عايزين السادسه يعني خلي بالك الامور انت ممكن جدا تاخدها بشكل عكسي شويه او غصب عنك انت كلاعب او كاداره او جماهير حتى كمان ان انت خارج من موسم تاريخي جدا وبتحاول بقدر الامكان انك تكرر الموسم ده فطبيعي انك تخش اول بطوله وخاصه وانت داخل في التوب ليفل بتاعك المفروض انت متوقع يعني انت كسبان كل البطولات مكسر الدنيا الموسم اللي فات فالجزئيه اللي انا يعني وكلنا حاسين بيها زي ما انت قلت يا كابتن تسال اي واحد من جماهير النادي الاهلي يقول لك لا الماتش بتاعنا قد يكون ده اتسرب فعلا للعيبه مش اتسرب اللعيبه حد من بره هو انا حطيت نفسي مكان اللعيبه عاملين المعسكر كويس خارجين من موسم اكتر من رائع بنحترم المنافس بس في فرق يا كابتن انك تخش المباراه وانت عندك نوع من الخوف الايجابي وقلبك بيدق في الملعب ومركز ان ربنا ان شاء الله ربنا يستر ماتش صعب ولازم نكسبه هو انا توقعته قبل الماتش لما بصيت لوشوشه لا الوشوش مركزين انا ما انت هتشوف الوش راجل مركز وداخل في قلق مركز لكن مركز. انا بكلم جوه جوه اللعيب نفسه هل هو مصدق ده يعني هو مصدق ان المباراه صعبه لا انا ممكن جدا اكون مركز ان شاء الله ربنا هنكسب الجزئيه وانا داخل الماتش وان احنا لا ان شاء الله هنكسب حتى لو الامور اتصعبت شويه لا ان شاء الله هنكسب وطبعا كله باذن ربنا لكن المهم جدا في الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه اللي هي داخله انا فكرني مثلا ماتش مصر وهولندا مع فرق طبعا الامكانيات والفرق الاسمين يعني هو احنا كنا احسن من هولندا يعني لا. يعني احنا كتيم احسن من هولندا لا بس هم كان عندهم ثقه كبيره جدا قبل المباراه انهم يكسبوا الجزء اللي هو داخل هولندا بطله اوروبا بالزبط. بتلاعب منتخب مصر اللي ما راحش كاس العالم بقاله سنين انا ما بقولش الفوارق دي على فريق بالزبط. طبعا المحترم اتحاد العاصمه لكن انا بتكلم على شعور اللاعب انا بقى داخل المباراه عامل ازاي ورود خالد وداخل عامل ازاي صح. هو داخل عادي هو راجل مركز في الماتش بيلعب كاس عالم بس ما عندوش قلق انه ممكن يحصل حاجه بالظبط او لو حصل حاجه لا هنعدل انا داخل كلاعب مصري قلبي بيدق ده انا لازم هموت نفسي واحنا قدام فرقه كبيره وفرقه محترمه وهحترم الفرقه فايه اللي حصل اول 10 دقايق لما لقينا نفسنا ده احنا بنلعب كوره ده احنا احسن منهم جرأنا. فبدات الثقه تبقى موجوده عندنا وتزيد عندنا وبدا العصبيه تتنقل للمنتخب الهولندي صحيح. ان هو حتى في بعض الاوقات مش عارف حتى احنا الضغط عليه ونقطع ونعمل باص حلو فانا بشبه ده بمباراه النادي الاهلي النهارده ان احنا الحقيقه ممكن جدا ما كانش استعداد اللعيبه نفسه ان احنا عندنا مباراه صعبه ان احنا لا احنا داخلين بمنطق مباراه نحترم المنافس لكن في الاخر ان شاء الله هكسب هاني هو ده القلق اللي في حته كمان حته يعني كمان في غير ما اقطعك على كلامك نفسه برضه انا ممكن كلاعب كمان حاسس ان انا مش توب فورم يعني انا النهارده مش الفورم بتاعي العالي قوي ورايح المروره زي ما انا بقول لك كده واحنا ده التركيز اللي احنا كنا بنتكلم عنه انما مش يعني مش هلبس نفسي طوب الهزيمه بقى خدت بالك؟ لا بالعكس ده ماتش بقى الفتره اللي جايه ده ماتش احنا قلنا يا جاليتيه ماتش في بدايه الموفق هو اللي هيكسب فيه جاي في بدايه الموسم ولسه عندك بطولات ثانيه ودرس
هو درس يعني مش جاي بخساره ماتش، لا ده جاي بخساره بطوله. ده اللي بيوجع شويه. علشان كده الدرس النهارده يعني يوجع شويه، لكن يقدر يفوق اللعيبه بسرعه. كويس انه جه بدري. حاجه ثانيه برضه يعني بنشكر الجماهير الاهلي اللي في السعوديه اللي حضرت من كل مكان عشان تأزر الفريق، وكانت قامت بدورها يعني على اكمل وجه النهارده طول ال 90 دقيقه تشجيع. وازرق كنت اتمنى يعني هي دي بس الحلوه ان كان الاهلي يكسب علشان الجماهير دي كل واحد يروح بيته او بلده اللي هو جاي منها من سفر يعني يكون مبسوط وفرحان. لكن ان شاء الله تتعوض في اللي جاي في ماتش المصري، تبدا الصفحه الجديده. لكن حتى يعني كولر في المؤتمر الصحفي وهو بيتكلم قال لك درس يعني صحيح. علشان تكسب بطوله يا بلال لازم صحيح. تجتهد في الملعب. الخمس بطولات السنه اللي فاتت اللي جم ما جوش وانا نازل مباراه وضامن ان انا هكسبها. انت رحت وده كان درس. مباراه الوداد هناك في المغرب من صحيح. اصعب المباريات في تاريخ النادي الاهلي. انت رحت وانت بص اللعيبه كلها انت على طراطيف صوابعك زي ما بيقولوا، رايح مركز، رايح عندك حماس كبير، انت رايح مالكش دعوه بالحكم. صحيح. هو كان في اسوأ من الحكم ده كمان؟ لا، لكن انت مركز داخل الملعب وخارج الملعب في تفاصيل المباراه. صح. وبعد الهدف تمسكنا وقدرنا نحرز هدف التعادل. النهارده الصوره ان انا حتى حس اللعيبه بعد ما دخل فينا هدف ان انا ممكن نكسب، يعني هم سايبين المباراه يعني وقت ما نكسب. لا، الكوره ما فيهاش، لا انا لازم اكون انا رد الفعل في الملعب او صحيح. انا الفعل في الملعب، لازم اكون انا الفعل في الملعب من بدايه المباراه لنهايه المباراه. علشان كده ربنا بيدي المجتهد. النهارده ممكن يكون انت يعني ما كانش فيه اجتهاد بالشكل الاكبر صحيح. قبل المباراه بكم يوم عشان اركز تركيز داخل المباراه وحتى داخل الملعب، لكن النهارده درس مهم للفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن بلال، درس مهم الفتره اللي جايه، الفتره الجايه واستعداداتها، لان الفتره اللي جايه فتره صعبه. بالتاكيد يا كابتن ايمن، يعني درس مهم جدا ودرس قاسي، يعني مش بس درس مهم، درس قاسي، لان زي ما قال اسامه كده ده ماتش بطوله، يعني بطوله كاس سوبر. كنا لسه بنتكلم قبل المباراه وبنتكلم عن التاريخ وبنتكلم عن التتويجات وان ازاي الاهلي لازم يكون مستعد بشكل كويس، وان ازاي الاهلي بيفكر فين المرحله اللي جايه، بيفكر في اوروبا، بيفكر في ريال مدريد، بيفكر في البطولات القاريه. وانت حقيقي يعني لو جيت تتكلم وتقارن ما بين الفرقتين امكانيات، فرقه الاهلي اعلى. يعني لما تيجي تعمل مقارنه قبل الماتش كده وتقول مثلا السنتر باكس مين انت افضل ولا هم، الوينجات انت افضل ولا هم، مين في نص ملعب انت افضل ولا هم، هتلاقي انت يعني حقيقه انت افضل. انت بطل افريقيا، انت بطل ابطال الدوري، عملت سيزون رائع السيزون اللي فات، عملت كل حاجه في الكوره عملتها السيزون خارج من سيزون، يعني 100% 100% تمام. فبالتالي هي دي اللي ادتك حته الثقه الزايده اللي قلبت لغرور سنه، يعني فاهم قصدي؟ انت برضه يعني تقريبا نفس الكلام اللي بتقولوه قاله مستر كولر يعني في المؤتمر. بص يا كابتن، انت ساعات ما شبيه بالكلام ده، ساعات ما بتتوقعش اداء الفرق اللي قدامك تمام، او ما بتعملش حسابك تمام للفرق اللي قدامك. ممكن يبقى عندي بعض الثقه شويه، خد بالك، وانزل الماتش احس ان جه ربنا فامسكه تاني تمام، اقفل عليه انا كمدير فني وانا كلعيبه وارجع لنفسي مره تانية. لكن انت برضو اداء الفرقه اللي قدامك وروح القتاليه عاليه جدا 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 جدا، والشراسه في الاداء خلتك ما تقدرش ترجع تخش الجيم بسرعه. بيكون كمان صعب قوي قبل جدا طبعا، جدا صعب حاجة جدا طبعا، انك ترجع نفسك طبعا. او تدخل نفسك جدا. داخل اجواء المباراه بعد بالزبط. جوه الماتش صعب جدا، صعب جدا طبعا، مش محضر نفسك قبليها طبعا طبعا. انت نازل وانت زي ما قلت كده هنكسب، انت الافضل، انت بطل افريقيا، بتلاعب فرقه يعني ما عندهمش لعيبه منتخبات كده. انت بتيجي تبص لعيبه النادي الاهلي 6-7 لعيبه منتخب جايين من بيلعبوا في منتخب مصر. الفرقه الثانيه ما فيش يمكن لعيب مثلا او اللي ممكن يكون موجود مع منتخب ده لو كان في موجود لعيبه يعني. فانت نزلت الماتش يعني محضر انك تكسب تمام، بتلعب بطريقه لعبك، حتى الراجل كمان خد بالك حتى من التشكيل الاساسي واضح ان هي الثقه زياده جدا، هلعب باي حد فهكسب تمام، هلعب برضا من بدايه الماتش، هلعب بامام عاشور حتى لو كان لسه راجع من الاصابه، هسيب بيرسيتاو على جنب عشان جه متاخر، طب هلعب بعلي معلول مع انه كان بيلعب قبليها ب 48 ساعه ونفس الكيس بتاعه بيرسيتاو. فانت النهارده حتى كمدير فني باين عليك الثقه في التشكيل بتاعك. الازمات حصلت لما الجيم ابتدى وابتديت تخش تلاقيت فرقه بتلعب بشراسه، بتلعب بقوه، واخدين كل الكرات المشتركه، فابتدى حتى كمان المدير الفني
يعني ما قدرش يرجع بشكل جيد في الماتش نفسه، حتى التغييرات بتاعته نفسها وضحت ان كان في توتر فيها، فاهم قصدي؟ يعني بقى مين بغير مين في الدقيقه كام، وسبت مين يكمل اطول وقت ممكن، مع ان كان ممكن يخرج مثلا امام من بدري شويه ويستنى، وينزل بيرستاون من بدري شويه، كهربا ممكن يريح شويه. يعني التغييرات نفسها وضحت برضو ان هي نتيجه التوتر، انك انت ما قدرتش تقرا الجيم من بدايته صح، عشان كده كانت دي النتيجه. ولكن يبقى الاهلي فريق الفريق القوي، يبقى الاهلي الفريق المتميز، يبقى الفريق الاهلي اللي عنده العناصر الكتيره جدا جدا المحترمه. تمام، انت عندك لسه البطولات القاريه، لسه انت عندك بطوله افريقيا وبطوله السوبر الافريقي كمان، دول بطولتين مهمين جدا بالاضافه طبعا لكاس العالم للانديه. عندك ثلاث بطولات يعني قاريه مهمين جدا 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 بالنسبه لك. تمام، مش هقول اثبات الجداره، لان انت الاهلي الافضل، انت الافضل في التاريخ والافضل في الامكانيات والافضل حتى كتسويقيا، يعني القيمه التسويقيه بتاعت النادي الاهلي اعتقد يعني قد الفرقه دي مره، قد فرقه اتحاد العاصمه مره، محترمنا الكامل ليهم طبعا، بس ممكن يكون قدها مرتين يعني. تمام، فانت عندك البدايه ان شاء الله الحقيقيه المفترض تبقى بدايتك الفعليه بعد المباراه دي، المباراه اللي جايه مباراه المصري ان شاء الله. لازم باذن الله تعالى ان شاء الله المدير الفني واللعيبه يعرفوا ان هي دي البدايه الحقيقيه، لان لا قدر الله اي تعثر في الماتش اللي جاي هيبقى الامور صعبه جدا جدا. طبعا زي ما قالوا كباتننا، مش نهايه المطاف، كنا نتمناها عكس كده طبعا، ولكن زي ما بنقول قدر الله وما شاء فعل، الفتره اللي جايه اصعب، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون هي الافضل باذن الله رب العالمين. احيانا بيبقى المكسب بيغطي على بعض يعني الاخطاء، لكن ربنا جابها لنا بدري شويه علشان نستفاد من اللي حصل النهاردة للفترة القادمة إن شاء الله. الفترة القادمة زي ما قلنا بداية من مباراة المصري القادمة في افتتاح مباراة النادي الأهلي دوري العام موسم 23-24، اللي نتمناه بإذن الله من جماهيرنا زي ما عودونا في الفترات الصعبة شوية اللي احنا دايما بنبقى محتاجين مؤازرة، محتاجين ان انت تطلعنا من اللي انا فيه، لان اكيد اللعيبة زعلان اكيد، واكيد اللعيبه كانت تتمنى ان النتيجه تبقى عكس كده، فاللعيبه زعلانه، اللي هيطلعها من اللي هي فيه دلوقتي هي جماهير النادي الاهلي العظيم، زي ما بتعمل كده ادوارها طول عمرها معانا، كان كده عبر كل الاجيال، لما بيكون في حته بس كده يعني زنقه واحنا عايزين نخرج منها، اللي بيخرجنا منها بعد ربنا جمهور النادي الاهلي. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن حالات تحكيمية، أرجوكم انتظروا.